إخوتي الأحبة، في بداية هذا العام أنا مشغول جداً بالصلاة من أجل المرضى، وأن هذا الأمر كان بإعلان الرب أنه أرفع صلاة من أجل جميع المرضى. دعونا نثق بنعمة الرب أنه نرى ونسمع عن استجابات صلاة في الأيام المقبلة. أردت أن أقول لكل من يشاهد هذه الرسالة أن يتشجع بأننا فعلاً نصلي إلى إلهنا الحي الذي يسمع ويستجيب دعائنا وطلباتنا، وأنه فعلاً حاضر معنا في كل مكان، والذي قال أنا هو. ينبغي علينا أن ندرك أن الرب حي ويحبنا، ونشكره لأنه خلقنا وخلصنا. يسوع المسيح هو أمساً واليوم وإلى الأبد، وأنه ينبغي أن نأتي إليه بإيمان. لذلك أقول لكم، كل ما تطلبونه حينما تصلون فآمن أن تنالوه فيكون لكم، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة، لأن المرتاب يشبه موجاً من البحر تخبطه الريح وتدفعه. وصلاة الإيمان تشفي المريض، والرب يقيمه، وإن كان قد فعل خطية تغفر له. ينبغي أن ندرك أن الله أعلن عن ذاته، فإني أنا الرب شافيك. وينبغي أن نؤمن أن هذا الشفاء تم بموت المسيح على الصليب، وبحبره شفينا، في إنجيل متى الإصحاح الثامن، لكي يتم ما قيل بإشعياء النبي القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. في رسالة بطرس الأولى إصحاح 2 يقول: الذي بجلدته شفيتم. وأنه يعطينا الشفاء الكامل جسدا ونفسا وروحا، فجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. وكان يسوع يطوف كل الجليل، يعلم في مجامعهم، ويكرز ببشارة الملكوت، ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم. وينبغي أن نثق بوعد الرب من كلمته أنه يشفي، كما هو مكتوب: لأنها هي حياة للذين يجدونها ودواء لكل الجسد. أرسل كلمته فشفاهم. بارك يا نفس الرب، وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته، الذي يغفر جميع ذنوبك، الذي يشفي كل أمراضك. دعونا نصلي بالإيمان في اسم الرب يسوع من أجل شفاء كل مريض، ونثق أن الرب حي وما زال يشفي. يا رب، أصلي من أجل كل مريض، كل ضعيف، بصلي من أجل مرضى السرطان أن تشفيهم، أن تشفي كل الأمراض الداخلية وأمراض القلب، التنفس، الأورام، الالتهابات، أمراض المفاصل، ضغط الدم العالي، الكوليسترول، السكري. في اسم الرب يسوع ننتهر كل محاولة شريرة ضد أي شخص، وأن كل مشورة شريرة تبطل الآن، ونسأل حياة وبركة وشفاء من كل ضعف ومن كل مرض، ونثق بوعدك كما قلت: العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يعثر فيا.
نصلي كل هذا في اسم الرب يسوع المسيح، آمين ثم آمين. إن كنت صليت من كل قلبك، ثق، ثق بالإيمان أنه حي وأنه سمع واستجاب لصلاتك. والآن وعد الرب لكل واحد: قد سمعت صلاتك، قد رأيت دموعك، ها أنا ذا أشفيك وأزيد على أيامك. إن كنت قد صليت معنا، من فضلك خبرنا، وإن كان الرب قد استجاب لصلاتك وشفيت من أي مرض، من فضلك خبرنا حتى نمجد الرب سويا. إذا كان عندك احتياج معين، من فضلك دعنا نعرف حتى نستمر بالصلاة من أجلك، ونؤكد لك أنه حسب رغبتك أن نحافظ على السرية التامة في أي أمر بتشاركنا. والرب